بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، سنة أولى ثانوي أقدم لكم تمرين كيف نستعمل، كيف نحل معادلة موجودة فيها دالة المربع ومترجح وحل مترجح. إذا انتبهوا مليح، تمرين حل المعادلتين بيانيا x مربع يساوي ناقص 2 x مربع يساوي 4، وحل المتراجحتين بيانيا x مربع أقل أو يساوي 4 و x مربع أكبر أو يساوي 4. إذا نبدأ بالأولى، معناه x مربع يساوي ناقص 2. أولا لهنا هذه اف ليكس، هذه إيكراك تساوي ناقص 2، وهذه اف ليكس تساوي. إذا نرسم التمثيل البياني لإكس مربع، ها هو لهنا، هاي لهنا، ونرسم كذلك المستقيم ذات المعادلة y يساوي ناقص 2. إذن هذه هي إذن المعادلة، هاي لهنا باللون الأخضر، لهنا باه تكون لهنا معادلة x مربع يساوي ناقص 2، مع كاين تقاطع، يعني ترى لهنا كاين تقاطع، لا. إذن الحل، الحل لهذه المعادلة نسموه اس، الحل هنا هو مجموعة خالية، كان فيها حتى حل، لأن ما كانش تقاطع ما بين هذا الدالة المربع والمستقيم اللي هنا إكراك وناقص 2. ننتقل للسؤال الثاني، إكس مربع يساوي 4. لهنا هاكم تشاهدوا هي اف لي اكس تساوي اكس مربع، ولهنا إكراك يساوي 4. لهنا نمثلوها التمثيل البياني هو كما راكم تشاهدوا بالاحمر، ولهنا إكراك يساوي 4، التمثيل البياني هو نديروها بالاخضر، ها هو 4، إكراك هي 4. ها إذن هنا النقاط التقاطع، إذن إكس مربع تتقاطع مع إكراك يساوي 4 في النقطة ناقص 2. الحل ناقص 2 وزيد 2، هذوما الحلين. ننتقل إلى السؤال الثالث، x مربع أقل أو يساوي 4. لهنا رانا في الحالة هذه f لx أقل أم يساوي 4، الربعة هو y، هذه هي y، إذن 4 نديروها لهنا، هاهي إكس مربع أقل من 4، أقل من هذا يعني في الجهة هذه، أقل من 4 معناه في الجهة هذه، ولكن أو يساوي،
إذن يعني لنا أقل من أقل من ما نقيسوش لهنا أقل من ها دونك الحل هو اس هو المجال مغلوق له لأن أو يساوي ناقص 2 2 لأن هذه الحل الحل هو الداخل في هذا المربع هذا الداخل أقل من ها. فيما يخص السؤال الرابع تمثيل بياني معروف لنا اف لإكس أقل أو يساوي 4 لهنا نرسم المستقيم يقالك يساوي 4 هاي لهنا أكبر أو يساوي 4 ما أكبر من هذا معناه أكبر هنا لهنا نتموها معناه من ما لا نهاية أكبر يساوي إذن مغلوق ولكن من ما لا نهاية حتى الاثنين ناقص 2 ولكن 2 داخل ثم اتحاد شنو هي 2 زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كما راكم تشوفوا ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 2 هاي اللي يهمنا هذا الجهة هذه اللي يهمنا هي الجهة هذه من ناقص من هنا حتى ناقص 2 هاي من بعد اتحاد 2 هاي 2 يعني 2 حتى نزيد من هنا اذا اتمنى انكم فهمتوا هذا التمرين وتصحيحه و ارجوكم ان تشاركوا في هذه القناه من أجل أن نرسل إليكم الجديد والسلام عليكم